أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صانعوا القرار. في البداية اسمحوا لنا أن نعتذر لعدم حضور الضيف. كنا داعيين أحد النواب، بلاش ذكر اسمه، كنا داعيينه للحلقة، فجانا قبل الحلقة بنصف ساعة عن اعتذاره. يعني الموضوع ليس بذات الأهمية، حضر أو ما حضر، احنا بالنسبة لنا بس يعني قد يكون هناك له أجندة لسه ما أعرف وضعها الكامل، فهو ممكن ينتظر الآن. وضيوف حلقتنا بعتقد هذه الليلة من الشخصيات ذات الكفاءة العلمية والقدرة السياسية ومن صانعين القرار أيضا، وإن شاء الله أنه راح يكونوا عند حسن ومتابعة كل الأردنيين. نستضيف هذه الليلة سعادة الدكتور والنائب السابق علي الضلاعين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والدكتور هزاع المجالي، وهو أستاذ في القانون الدولي والمتخصص بالنزاعات الدولية. عنوان حلقتنا سيكون حول مواضيع عديدة وهامة، أبرزها في عقاب الخطاب العرش الذي ألقى جلالة الملك يوم أمس في افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس النواب، واسمحوا لي هنا أتقدم أيضا بالتهنئة وكافة زملائي في قناة نورمينا ممثلة بإدارتها ومجلس إدارتها وجميع العاملين إلى سعادة النائب عاطف الطراونة بفوزه في رئاسة مجلس النواب القادم، ونهني أيضا زملائه أعضاء المكتب الدائم. في حلقة الليلة سنركز حول تداعيات الأوضاع في المنطقة وموقف الأردن وموقعه من ما يجري، خصوصا بعد أن ظهرت تحالفات جديدة في المنطقة وتوتر للأوضاع مع سوريا. كما سنركز على الخطاب الملكي الذي كان شاملا يوم أمس في افتتاحه لمجلس النواب. أخواني ضيوفي الأعزاء، حابين أنه نبدأ على شمولية الخطاب الملكي، من أين نبدأ؟ بالتأكيد سنبدأ من سعادة النائب السابق، نظل نقول سابق مشكلة، خلص النائب. سعادة الدكتور علي الطلائي، كيف تقرأ هذا الخطاب وفي هذه الظروف بالذات وافتتاح جلسة الدورة العادية لمجلس النواب القادم؟ جميل، شكرا لك سيدي على هذه الاستضافة للحديث في الشأن الأردني الداخلي، نظرا لوجود يعني العديد من التغييرات على مؤسسات الحكم في الأردن وعلى رأس مجلس الأمة بشقيه، وهنالك تغييرات متوقعة قادمة كذلك أعتقد على مؤسسات أخرى. فمن حق الأردنيين الحديث والحوار في مثل هذه الموضوعات، لكن كلمة تغيير لا تعني التغيير الذي فعلا ينشده الأردنيين. بكل حال، على كل حال، لطالما الحديث سيبدأ بالخطاب الذي قدمه الملك في افتتاحية الدورة العادية في مجلس النواب، فسنلقي القليل من الضوء على هذا الخطاب. هذا الخطاب تحدث، سأذكر العناوين المحاور الرئيسية لهذا الخطاب، عن أن المجلس مستمر لطالما يتمتع بثقة الشعب. البند الآخر، الحكومة ماضية لطالما هي قادرة على الحفاظ على ثقة المجلس. تطور الملكية الدستورية، سنحمي مصالح، هذا ما قاله الملك بمحاوره الرئيسية، سنحمي مصالح الأردن إذا لم يساعدنا المجتمع الدولي، وتعديل قانون أمن الدولي واستقلال القضاء وتشريعات اقتصادية يفترض قادمة على جميع مكونات الدولة، يعني إنفاذ القوانين
ودون تهاون، لن نتهاون مع إسرائيل إذا ما حاولت أن تغير هوية القدس. هذا المحتوى لهذا الخطاب جميل من حيث المبدأ، والإعداد النظري جيد، اللغة أعتقد أنها سليمة كلغة عربية، طريقة الإلقاء لا بأس بها، يعني تعودنا على هذا الخطاب، لا جديد أعتقد في هذا الخطاب، مع يعني وجود نقطة واحدة أثارتني بهذا الخطاب، وهي الحديث عن تطوير الملكية أو تطور الملكية الدستورية. هذا الخطاب يعني لو أن الأردن منذ، خليني أقول منذ مجلس عام 89 أو بلاش 89، من خطابات مجلس 93 عندما انقلبت الدولة الأردنية ومؤسسة النظام على الديمقراطية المزعومة في البلاد التي لم تحتملها مؤسسة النظام في الأردن، عندما جربت تجربة ديمقراطية مقبولة إلى حد ما في المنطقة في الأردن أو بجزء في المنطقة العربية، لكن سرعان ما انقلب النظام على هذه التجربة في عام 93. خلينا نقول من ثلاث من خطابات افتتاحات الدورات العادية في مجلس النواب حتى يومنا هذا، أعتقد أنها العشرات من الخطابات. لو تبنت الدولة الأردنية ذاك الخطاب الذي قدمه الملك آنذاك الملك حسين في عام 93، وكان النظام السياسي جاد في تطبيق محتوى هذه الخطابات، أعتقد أننا قد يكون موضوع الحلقة اليوم مختلف تماما. قد نتحدث عن مفردة اقتصادية فيها نفع للأردن، أو قد نتحدث عن جزئية سياسية بسيطة نطور، قد نقف على ثغرة في التنظيم، في الإدارة، في التطور، في الإبداع، في التقدم. لكن أنا أعتقد أن هذه الخطابات هي خطابات لغوية، خطابات إنشائية يتم إعدادها بإحكام في مؤسسة الديوان الملكي، يتم تلاوتها على الشعب الأردني، لكن على واقع في الواقع العملي سيدي لا وجود لها على الإطلاق. الملك عبد الله تحدث قبل سنوات عن الملكية الدستورية على سبيل المثال، لكن ماذا حدث؟ وكان يتمنى، أنا أنقل ما قاله الملك شخصيا، أننا نسعى في خطاب له في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني سعادتك وكأنك تقول أن الملك في واد والحكومات في واد آخر. الكثير من خطابات جلالة الملك وافتتاحات مجلس النواب وخطابات العرش كان يتحدث عن هموم الأردنيين دائما، وكان يتمنى ويركز دائما على تحسين أوضاع الأردنيين، وكان يطرح دائما خارطة الطريق لكل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. لكن العيب هنا في المنفذ، الحكومة، يعني منذ عام 2000 للآن لن نرى ترجمة لمعظم رؤى جلالة الملك من هذه الحكومات. نعم، أنا هذا جزء من المشكلة، لكن أنا أعتقد عندما يكون هنالك إرادة سياسية، يعني في الحديث عن الملكية الدستورية التي تحدث عنها الملك قبل أعوام طويلة، وكان يتمنى أن يحدث فعلا ملكية دستورية الأخرين، أنا أعتقد أن صاحب الصلاحية في هذا الشأن هو الملك نفسه. وثم بس سيدي، نقل الملكية للملكية الدستورية تحدث عنها جلالة الملك. نعم. سابقا، ولكن على مراحل تطبيقها سيتم على مراحل، أيضا يكون هناك وعي لدى الشارع الأردني أيضا، لأنه إذا ما كان عندنا وعي وتمت عملية الديمقراطية والملكية سيتكون فوضى. لأنه جميل، هذا ما وددت يعني القدوم له. إذا في هذه المفردة وغيرها من المفردات التي تلوتها وهي موجودة يعني في الإعلام الأردني بدءا من الجرائد الرسمية اليوم، هذا الخطاب موجود. إذا ما أردنا أن ننتقل تدريجيا كما تفضلت، لما لا تبدأ هذه الخطوات؟ أنا لا أرى أي بصيص أمل. مؤسسة مجلس الأمة كما هي، بنبدل شخوص وأفراد لكن النهج ما في تغيير، نبدل كتل، نبدل مجالس، نبدل مسامي ومسميات لهذه المجلس، لكن كل شيء على مكانه. مؤسسة الديوان الملك وهي في الأصل ليست مؤسسة دستورية، لكنها لطالما هي ذات شأن وذات صلاحيات تغولية على المؤسسات الدستورية الأردنية، كذلك عمليات التغيير فيها عمليات
نمطية جدا جدا من لها الشارع الأردني، ثم المؤسسة التنفيذية وهي الحكومات، هي عبارة عن تبديل وجوه وتبديل وإعادة تدوير، وهذا مصطلح معيب بالمناسبة. يعني أنا يعني لا أستطيع أن أتصور أن الشعب الأردني اليوم سيدي يتحدث عن تدوير حكومات، وهذا المصطلح يستخدم مع النفايات. عفوا دكتور، يعني خلينا احنا اول شيء المسميات ونختلف. الشعب الاردني حقيقه في ظل هذه الظروف اصبح لا يبحث عن الديمقراطيه ولا يبحث عن التغيير السياسي، اصبح يبحث عن وضعه الاقتصادي الذي اصبح هاجسه وهمه اليومي اهم من كل هذه الابعاد. خليني انتقل للدكتور في موضوع اهم قد يكون في موضوعنا هذه الليله. في ضوء الخطاب الملكي دكتور، كان الملك كعادته يضع النقاط على الحروف لبناء مرحلة جديدة حقيقية، وخاصة أن الأردن يعيش في منطقة ملتهبة ومنكوبة هذه المنطقة في الانقسامات والاقتتال والتدمير. أنت كرجل قانون وكخبير في القانون الدولي وفي النزاعات بالذات، كيف ترى الأمور تسير الآن في الأردن في ظل الأوضاع السياسية التي تجري في المنطقة؟ سيد أنا بدي أشكرك، بدي أعقب على كلام زميلي، يعني هو ممكن ألخص يعني في قضية مهمة جدا. من هو صاحب أو من هو صانع القرار في الأردن؟ الولاية العامة، وهذا يمكن من سنتين ثلاثة كانت يعني محور حديث الشارع الأردني، وجميعنا نذكر حكومة عن الخصاونة وكيفية استقالتها. كل السبب الرئيسي كان فيها موضوع الولاية العامة. فيعني مهما حاولنا نجمل الحقيقة في صراع، ولو كنه صراع خفي ما بين مؤسسة الديوان وفيما لو كان رئيس الوزراء صاحب صلاحية وصاحب قرار، فراح يكون في صراع خفي. وبهي الفترة احنا سمعنا مجموعة من المصطلحات ظهرت اللي هو قوة الشد العكسي وإلى آخره، واتهمت فيها الأجهزة الأمنية. أنا بديش يعني أعود لها المرحلة بشكل متوسع، لكن حبيت بس أعقب على 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 الخطاب، خطاب جلالة الملك. نعم. ومن خلاله يعني ندخل على نفتتح الموضوع. سيدي الخطاب في رسائل تطمين، في رسالتين تطمين للحكومة ورسالة تطمين لمجلس النواب. تطمين حول ماذا للحكومة؟ حول بقاء. بقاء يعني هل يهم الأردنيين بقاء الحكومة أو زوالها؟ هذا ما أعتقد أنه ما اختلفناش، ولكن هلا في حديث عن أنه مجلس النواب رايح والأداء مجلس النواب غير مرضي عنه، فلذلك كان هذا الخطاب قال لك المجلس النيابي مستمر طالما يتمتع بثقة الشعب. هاي نقطة. الحكومة باقية بحفاظ على ثقة مجلس النواب، يعني هو جلالة الملك ربط مجلس النواب في علاقته بالحكومة، وكأنه بعث رسالة أنه تكون علاقة الطرفين علاقة فيها أريحية حتى أنه عجلة العجلة السياسية والاقتصادية تمشي في البلد. ولكن إحنا هذا إحنا ما نتمناه كمواطنين، ذلك ما نتمناه، ولكن هاي الرسالة اللي وجهها جلالة الملك من خلال النقطتين الأساسيات فيما يتعلق بمجلس النواب وفيما يتعلق بالحكومة. هلا العلاقه ما بين، يعني نرجع للعلاقه ما بين الحكومه ومجلس النواب، هل هي علاقه فعلا فيها اريحيه؟ كان في مرحله شد، خاصه في مرحله الثقه، وشفنا احنا اداء النواب لمصالح المواطن. هذا الحكي راح اتطرق له فيما بعد. هلا احنا لاحظنا يعني وجميع المتتبعين انه الخلاف ما بين مجلس النواب ورئيس الوزراء وليس الحكومه بمعنى الحكومه كان خلاف الشديد مع شخص رئيس الوزراء اكثر مع التشكيله في الحكومه. لربما ظهرت فيما بعد خلافات مع بعض الوزراء لاسباب شخصيه لمصالح شخصيه، ولكن انا بحكي كان الخلاف ما بين مجلس النواب ورئيس الوزراء عبد الله نسوه. الخلافات كانت في طبيعتها خلافات شخصيه اكثر منها خلافات مبنيه على 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 رفض ومصالح وطنيه. نعم بالضبط، هو مش رافضين هم منهج الحكومه او سياسه الحكومه بقدر ما هم رافضين شخص رئيس الوزراء، واحنا يعني بما فيه وحتى النائب اللي هو اعتذر كان